يا ماما ايه الصوت ده؟ بعمل بيض عامل حاجات معايا؟ انا سامعاكي بتخبطي على الطاسه التيفال، انت خبطتي على الطاسه التيفال؟ اه لا ده انا بحط السمنه خبطت مره واحده يعني ما حصلش حاجه ولا ايه؟ اه لا ما جراش حاجه وبعدين مره واحده صح، لا استناكي لما تعمليها تاني. اه لا اذا كان كده خلاص ولا يهمك، بس خدي بالك خدي بقى تعالى عايزاك اقول لك على حاجه. في ايه؟ خدي بس تعالي تعالي خدي عشان الطاسه بس على... لا ادفع عليها دلوقتي مش مشكله، بس تعالى عايزاكي ضروري تعالي. طيب ماشي يا ماما افتحي بلاش اللي بتعمليه ده، الناس بتتفرج علينا، خليهم يتفرجوا ويعرفوا ربايتي. قولي لهم انا خبطت لامي على الطاسه التيفال عشان يعرفوا انا فشلت ازاي. طب انا اسفه افتحي. وحياه غلاوه امك ابدا. اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ بقى بتخبطيني على الطاسه التيفال بكل بجاحه، ده انا كويس اني ما رميتكيش من البلكونه. يا ماما يا ماما افتحي يا ماما الناس بتتفرج علينا. لا يمكن. طب انا اسفه خلاص افتحي اخر مره افتحي افتحي. يا اختي ده انت ولا حد من اخواتك عنده دم؟ ده عيد الام جه وعدى الا ما دخلتوا عليا كده بست سبع طقوم اتصلتي فال ولا حتى شويه صواني من اللي بحبها جايبين لي طقم كوبايات يا معفنين، وفي الاخر تخبطوا لي على طاستي اللي من ايام جوازي محافظه عليها. ده انتوا هتشوفوا ايام. رمضان كريم الف شكر. اتفضلي. مش هخبط تاني على الطاسه التيفال يا فلان. ما بقاش معادل لو دخلتك يا كوت. الناس تقول ايه لو عرفت ان انا بره كده وطردتني عشان الطاسه التيفال افتحي. قولي لهم انا امي فاشله ما عرفتش تربيني بخبط على الطاسه التيفال. مش هاكل بيت تاني افتحي. ابدا يا ماما انا لولا بس ان انا قلبي طيب فتحت لك. ده كلام يكشي بس ان الجو ساقع وخايفه عليكي تاخدي لطشه برد، واحد مش ناقص مصاريف على علاجك. لكن لو شفت بتمسكي طاسه ولا معلقه حتى من حللي ولا جهازي ما تعرفيش اعمل فيكي ايه. تطرديني عشان الطاسه ماما؟ والله العظيم وحاجة قاعده بقى بتضحك وسايبها كده. يا عارفه انا ما اقدرش. خش خش. مش تقول لها حاجه بابا؟ انا طلعت ما فتح النيش وعرف غلطه. مش هتكلم ده ابوكي برضه. بس رح يكون عايزين استخدم حاجه من النيش ولا عايزين استخدم مواعينك؟ حلوه قوي، يعني انا اطلب اكل من بره وانا ضميري مستريح. يا بنت عايزه تحرقي دمي؟ انا بقى هطلب البيتزا اللي حضرتك دايما بتعمليها احلى من كل المطاعم، وبرضه احنا ما فيش فايده بنطلبها من بره. بيتزا؟ وانا تفرق ايه البيتزا اللي بعملها عن اي بيتزا بتجيبوها من بره؟ والكميه اللي بتعملي حضرتك منها قد كده هطلب واحده بس بثمنها. طب اعملي اللي انت عايزاه يا كوت، المهم ايدك ما تتمدش على حاجه في المطبخ ولا في النيش. اديني قلت اهو قدام ابوكي. مش تقول لها حاجه؟ سيبك بقى من الكلام الفارغ ده وقولي لي انت هتطلبي بيتزا بجد؟ على فكره انا ما كنتش هطلب بس حسيتك نفسك فيها. دوق بقى وقول لي انهي احلى، البيتزا دي ولا بيتزا ماما اللي ما بتختلفش حاجه عن بره؟ بتروح فين دي في حلاوه تاكل امك ولا بيتزا امك؟ طب بس دوق الاول، دوق واحكم. لا 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 انا مش هاكل غير العدس اللي امك عاملاه. خلاص خلاص انا مش هضغط على حضرتك، انا مش عايز. استني استني. ايه ما صدقتي؟ وريني. ها استني طب ادوق حته كمان عشان مش متاكد. ها حلوه قوي قوي دي، جت لنا على الطبطب. ده انا كل يوم هخبط لها على طاسه تيفال شكل. لو سابتني اعيش بعد كده لحد ما اطلب واحده ثانيه هاكلك معايا. هات حته بقى، هات حته انا ادوق. يا اتار امك سعاد، اتار امك مفيش حد غيرها بيعرف يعمل بيتزا الا انت جايباها. ده شويه شويه جبنه على عجين. قال جايبالي قلب بتاع قرصه كده وتقولي دي بيتزا كلها بابا. روح فين دي في جمال اكل امك ولا بيتزا امك؟ طب تعال عشان خلصت العدس تاخد لك مج سخن كده يدفيك بدل ما انت فاكر نفسك عندك 20 سنه وقاعد لي بنص كم. حاضر يا مدوله جاي. هقطع سلطه لحد ما تيجي. عيل ما بتفهمش. طيب استني ما تتهدي شويه انت ما بتصدقي. وريني وريني. جيب حته ولا لا؟ ماما